لو الحكاية فيها إن فيجو نروح بعد كده لبرج الثور. برج الثور النهاردة عندهم الحظ رائع، عندهم القمر في منزل الحظ، وده بيخليهم يعني يقدروا يلاقوا ناس تدعمهم، ويلاقوا ممكن يكون عندهم التقاء بحد بيشاركهم نشاطات يعني يشاركهم رغباتهم، ويقدروا كمان يلاقوا سعادتهم مع الأشخاص اللي هم بيحبوهم. النهاردة يوم مناسب لمواليد برج الثور للتخطيط لسفر أو لرحلة، وكمان يوم مناسب لمواليد الثور لتحقيق مكاسب مالية.